أهلا وسهلا بكم في قناة عالم الفن لأخبار الفن والفنانين. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. لم يكن الفنان العراقي كاظم الساهر وحده بين النجوم من تعرض للإحراج على المسرح، وذلك في عام 2019 حين أرعبته إحدى المعجبات أثناء تادية أغنيته. بل مواقف محرجة كثيرة طالت عدد من نجوم الفن هذا العام، تنوعت بين السقوط على المسرح أو الإصابة بعارض صحي أو بسوء تفاهم مع المعجبين. فما هي أبرز المواقف المحرجة للنجوم على المسرح في عام 2019؟ والبداية كانت مع المطربة المصرية أنغام. في شهر ديسمبر كانون الأول تعرضت النجمة المصرية أنغام إلى موقف محرج خلال إحياء حفلا غنائيا ضخما على خشبة مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض. اتفاجأت بطلب أحد الحاضرين في حفلتها بالزواج منها، فصرخ بأعلى صوته قائلا: بحبك اتجوزيني، ثم طلب منها أن تغني أكتب لك تعهد لترد علي حنكتبه أكيد دلوقتي. وأيضا مع الفنان اللبناني وديع الشيخ، وبدوره تعرض الفنان اللبناني وديع الشيخ في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى الانهيار على المسرح أثناء حفله الغناء في لبنان وسقط على الأرض. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق للحظة سقوط وديع الشيخ على أرض المسرح، وارفق الفيديو بتعليق كتب فيه: انهار على المسرح، انهيار الفنان وديع الشيخ على المسرح أثناء تاديته لوصلته الغنائية. الفنان الكويتي عبد الله الرويشد. وأما في شهر أذار مارس عام 2019 فشهد على سقوط الفنان الكويتي عبد الله الرويشد على المسرح خلال إحيائه حفلا بمركز جابر الأحمد في الكويت، وأصيب ببعض الردود والكدمات نقل على أثرها للمستشفى. وتناقلت حينها وسائل التواصل الاجتماعي للحظة سقوطه، وتمنى الجمهور الشفاء العاجل له. الفنانة السورية ميادة الحناوي. الفنان الكويتي عبد الله الرويشد لم يكن الفنان الأوحد الذي تعرض للسقوط في عام 2019، إنما الفنانة السورية ميادة الحناوي أيضا التي كانت تغني أغنيتها الشهيرة أنا بعشقك على المسرح في تونس، فأمسكت بالميكروفون قبل أن تسقط أرضا، وقام عدد من العاملين في المسرح بمساعدتها على النهوض، ثم وضعوا لها كرسيا لتجلس عليه قليلا بعد السقوط ثم تقف مجددا. وأعربت الفنانة السورية ميادة الحناوي عن استيائها الشديد من ردود أفعال الجماهير عقب سقوطها على المسرح، مبررة ذاك السقوط بسبب الحر الشديد. الفنان العراقي كاظم الساهر. تعرض النجم العراقي كاظم الساهر خلال الصيف الماضي من مواقف رعب من معجباته خلال عدد من الحفلات التي أحياها، ومنها اقتحام إحدى المعجبات لمسرح بيت الدين في لبنان، حيث كان يحيي القيصر حفلا غنائيا عليه، ما تسبب له بحالة رعب حسب قوله. ولكن الحالة الأكثر رعبا من سابقاتها قامت بها معجبة صعدت على خشبة المسرح بدون أن يشعر بها الفنان كاظم الساهر أثناء غنائه، وهاجمته على حين غفلة وقامت باحتضانه أثناء انسجامه بتادية إحدى أغانيه، الأمر الذي أزعجه جدا وقام بمنع المقتحمة من وضع يديها على كتفه وبعدها بغضب، واستدار للخلف اعتراضا على تصرفها. ثم قام الفنان العراقي القيصر كاظم الساهر بمصالحة المعجبة بعد إلحاح من الجمهور، وأمر بإصعادها إلى المسرح وقام بالتقاط صور معها.
الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي. وأما الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي فتعرضت في شهر أغسطس آب الماضي إلى موقف محرج خلال إحدى حفلاتها في السويد بسبب تعطل الميكروفون أثناء تقديمها لإحدى أغنياتها. وتناقل نشطاء السوشيال ميديا مقطع فيديو لهيفاء وهبي ظهرت فيه وهي تغني ابن الحلال، ولكنها تفاجأت بوجود عطل في الميكروفون، فقامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي برميه بشكل ممازح للفرقة الموسيقية، ثم استبدلته بميكروفون مع سلك ليتبين بأنه أيضا معطل، فتركته وبدأت برقص بطريقة طريفة متمايلة بفستانها البرتقالي. ومن بين المواقف التي تعرضت لها أيضا في الحفل نفسه قيامها برمي حذائها بطريقة طريفة، وأكملت الغناء حافية القدمين. الفنانة اللبنانية مريم فارس. وعلى الرغم من أن الفنانة اللبنانية مريم فارس تبرع دائما في تأدية رقصات مميزة على المسرح أثناء إحياء حفلاتها الغنائية، خصوصا رقصة الدوران وهز الأكتاف، إلا أن الحظ لم يسعفها بالدوران بشكل كامل في شهر مايو أيار الماضي، حيث أصيبت بالدوخة أثناء حفل زفاف أحيته مؤخرا في سلطنة عمان. وتعد هذه المرة الأولى التي تصاب بها الفنانة اللبنانية مريم فارس بالدوخة، ما جعل جمهورها يربط عرضها الصحي هذا بالأزمة المرضية التي أصيبت بها قبل الحفل بأشهر. الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني. وفي شهر شباط فبراير الماضي أعربت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني عن استيائها بسبب تعرضها للتحرش على المسرح خلال إحيائها حفلة غنائية في بيروت. وشاركت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني الجمهور بتفاصيل ما حدث معها عبر انستغرام وقناتها على اليوتيوب، حيث نشرت مقاطع فيديو تظهر فيها وهي تغني على المسرح بفستان قصير وسط حشد من المعجبين والذين تجمهروا حولها، فحاول أحدهم ملامستها والتحرش بها. وعلقت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني على الفيديو قائلة: رعب وتحرش على المسرح في حفلة، ما معقول هيك، والجارد يتصرف حاجات غريبة. وأضافت: خفت على نفسي بهالحفلة وعملت كريزة، صرخت على الناس والجارد يتصرف، قصص غريبة عجيبة. الفنان محمد عبدو. النجم محمد عبدو طالته أيضا المواقف المحرجة على المسرح، لكنه تعامل معها بطريقة مرحة فأثناء تأديته لإحدى أغنياته في حفلاته في السعودية. خانه النظر وهو يقرأ كلمات الأغنية على الأوراق الموجودة أمامه، ولم يستطع أيضا تذكر الكلمات، ما جعله يمازح الجمهور ويكمل الأغنية بجملة ما قدرت أقرأ. النجمة اللبنانية أليسا. والنجمة اللبنانية أليسا وقعت أيضا بموقف مشابه للفنان محمد عبده، وتداول الجمهور مؤخرا مقطع فيديو ظهرت فيه أليسا خلال حفلة أحيتها في كندا أثناء تأدية أغنية عبالي حبيبي، إلا أنها نسيت كلام الأغنية ولامت نفسها قائلة: نسيتها، يا عيب الشوم عليا. وفي نفس الحفل ظهرت الفنانة أليسا وهي تدخل بمشادة كلامية مع أحد المعجبين بعد انتهائها من إحدى أغنياتها، حيث نداها أحدهم بكلمة حبيبي أليسا، مما استفزها فنهرته وطلبت منه الرجوع لمكانه لأن ليس لديها أكثر لتقدمه. ألا يعجبك ما أقدمه؟ هذا كل ما لدي. وفي نهاية الفيديو: إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.